خارجين من العيد والاجازات ولخبطه الاكل، بسال الناس وصحابي اخبار الدايت ايه، قالوا لي لا لما نخلص بقى ايه كل اللي فاضل من عك العيد ولحمه العيد وكده نبدا دايت. ضحكنا يعني. عموما احنا بعد الاجازات عاده بنبقى لسه ما دخلناش في مود الشغل والالتزام والدايت، لكن خلونا النهارده نتوقف عند بعض الملاحظات ونعرف إجابتها مع دكتور بسمة يسري، طبيب بشري تغذية علاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والسمنة. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ عامله ايه؟ عاملة الحمد لله تين؟ على السلامه. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي. حبيبي جايبة لنا تين برسومي، أنا بموت فيه، أنت عارفة أنا صديقة الفاكهة والسلطات. ايوه، اي فاكهه أي بتحبيها؟ فاكهة أي خضار أنا أحبه جدا، والتين البرسومي من أكتر الفاكهة اللي بحبها الحقيقة، فعلا، بس ومن احلى بتخن. الفواكه دلوقتي بتخن لما بناكل منه كميات كبيره، برضه فاهماني؟ هو نفس القاعدة بتاعت نفس دكتور الفكره، بسمة، أي بس حاجة ناكل منها كتير هنتخن. بالظبط كده. ولو بنعمل دايت مش هناخده كل يوم، يعني هننوع بين الفواكه وبعضها، أوكي فاهماني؟ تمام. هو من احلى الفواكه اصلا في الجو الحر ده، يعني بيرطب الجسم بتاعنا عشان في نسبه معادن عاليه جدا، في نسبه الياف حلوه قوي، فاهماني؟ فده حلو جدا لصحه الجهاز الهضمي والبكتيريا النافعه اللي في المعده بتاعتنا، فهو بيعلي هرمون السيروتونين السعاده. فعلا فمن الاكلات الحلوه جدا اللي احنا لو مكتئبين او كده ناكلها او لا لا نزودها، حلو او ده. بتغير المود بتاعنا، فاهماني؟ في نسبة اوكي عالية من التريبتوفان برضو، وده من الحاجات ايه اللي هي التريبتوفان ده؟ مادة معينة كده، يعني بتخلينا نحس ان احنا بالسعادة، برضو تحفز افراز هرمون السيروتونين. اوكي فده من اكلات السعادة التين، تمام؟ التين التين البرشومي البرشومي بيسموه تين بالظبط كده. برشومي. من الحاجات الحلوة برضو هو في نسبة عالية من المغنيسيوم، تمام؟ وكمان في فيتامينات زي فيتامين بي 6 اللي هو حلو جدا للاعصاب بتاعتنا، حلو جدا كمان لصحة البشرة عشان في فيتامين اي، فاهماني؟ والجلد بتاعنا، وعشان كده بيرطب يعني الجسم بتاعنا. فهو اوفرول هو من احلى الحاجات او الفواكه اللي موجوده في السيزون دلوقتي، انا فاهماني؟ بحطه على السلطه. ممكن، بس نخلي بالنا ان احنا نحط الفواكه على السلطه دي، نحسب الفواكه اللي احنا بناخدها في اليوم، اوكي ما تبقاش هي دي، فاهماني؟ لا ومعاها يعني كمان بناكل باخد فاكهه تنتين بقطعها وبتتحط على بول على سلطه كبير، كميه كبيره، يعني بول سلطه كبير بيكفي الناس كلها يعني صح؟ العيله ما هو كلها. من الحاجات الحلوه جدا اللي بتدي فيتامينات ومعادن وتشبعنا كمان من الفواكه الحلوه. فهو ال 100 جرام منه في حدود 70 سعر حراري. ال 100 جرام دي قد مثلا لو هو ده صغير قوي كده قد اتنين، فاهماني؟ يعني قد اتنين من دول هيبقوا في حدود 70 سعر حراري. فهو هناخده كل حاجه في السناك بتاعتنا، بس نخلي بالنا ان هو في نسبه سكر عاليه، فاهماني؟ ال 100 جرام دول بيدوا انا 30. باكلها دي مش مسكرة. شفتي بقى؟ نقي واحدة دايما اللي بتلاقي المفتوحة شوية كده هي اللي هي بتبقى دي اللي بتبقى مسكرة، مسكرة اه اكتر. فيها اوكي نسبة سكر عالي، فاهماني؟ فهو حلو جدا، بس نخلي بالنا ان احنا من ضمن الفواكه اللي هي المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي، اللي ما يفضلش ان احنا ناخدها مثلا يوميا او كده لو احنا بنعمل دايت. لكن لو مش بنعمل دايت عادي ان هو يكون داخل النظام الغذائي بتاعنا، ويبقى من ضمن الفواكه بتاعتنا اللي احنا بناخدها 2 لـ3 في اليوم. اوكي واحدتين او ثلاثة في اليوم؟ واحدتين ثلاثة. ده انا بحط جواه بقى بلو تشيز، جبنه ريكفورت، ايوه افتحها نص حلو. فتحه احط ونقنقه بقى كده. سناكس بقى على مدار اليوم بتاعنا. ده غلط. مش غلط، بس ما يبقاش كل يوم، فاهماني؟ مش دايت، يعني في فرق بين الدايت وفي فرق بين اللايف ستايل. لكن انت ما عملتيش حاجه غلط، يعني انت ما هتحطي فاكهه وتحطي معاها بلو تشيز، انت كده ما عملتيش حاجه غلط فظيعه، فاهماني؟ بس ده كده نمط حياه، لو احنا بنتكلم في لايف ستايل عادي مش أوكي. مشكلة. لكن لو احنا بنخس بتبقى الموضوع بيبقى فيه اختلاف شوية حسب النظام اللي انا ماشي عليه بالظبط. عايزة أسألك بقى سؤال وجودي، ليه لما بنلخبط خاصة في المواسم والأعياد والحاجات دي عشان نرجع تاني ندخل في المود بيبقى صعب جدا جدا، وبنبقى فعلا زهقانين جدا من الموضوع ده؟ بصي، هي الفكرة في حاجة، ان احنا وانس ان احنا مثلا بنعمل دايت، فاحنا بنحط هدف. زي مثلا انا ببقى عايز انزل مثلا 10 كيلو فور اكزامبل، فانا لما بحط الهدف ده، انا مع حاططان الهدف ده طول الرحله بيبدا يفرز هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده من الهرمونات اللي هي التحفيزيه اللي تخليك مستمتع وانت بتحقق ده. يعني مثلا بتلاقي نفسك بتنزلي 2 كيلو، بتنزلي كيلو، بننزل مش عارف تحس ايه، بالانجاز. فتحس بالانجاز، فيزيد هرمون الدوبامين فتستمتعي. حلو. طول ما انت ماشيه في الرحله، عشان كده دايما بيقول لك ايه، ان الرحله حلاوه الرحله في مش في الرحله نفسها، مش في الوصول. ايوه ليه بقى في الوصول ده؟ وانس ان انا مثلا وصلت، او وانس ان انا لخبطت او وقعت او كده، بدا يبقى في دروب للهدف بتاعي ده، فبدا الدوبامين ده يقل،
اوكي فانا ابدا ايه احس ان انا ايه لا خلاص مش حاسس ما عنديش اراده ولا عندي حماس ان انا اكمل سواء الرحله او ارجع ان انا ارجع للدايت تاني او ادخل في المود. اوكي فده بيستدعي ايه؟ الغلطه بتيجي منين؟ الغلطه بتيجي ان انا ما حطيتش اللخبطه دي ضمن البلان بتاعتي من الاول. يعني ايه بقى احطها قبل ضمن البلان لما انا بقى؟ ادخل في اللخبطه دي اصلا انا كنت مش يعني كان عندي هدف ان انا مثلا انزل او كنت ماشي على دايت او ماشي على نظام غذائي، فانا ما قلتش مثلا ان انا هظبط مثلا في وسط الرحله بتاعتي دي ان هيبقى في يومين مثلا فيهم لخبطه او حاجه، لا انا بدخل بقلب جامد ببوظ كل الاسبوع من غير يعني اي انا لو عامله في حسابي ان انا في العيد هعمل كده او انا هبوظ حاطه اول من ضمن يومين البلان وبعد كده بتاعتي هرجع تاني وحاطط اكمل. هدف تاني قبل ما ادخل في الموضوع بتاع العيد، فاهماني؟ يعني قبل ما ادخل فيبقى العيد ده مخي متسيستم. ان انا هدفي ان انا اطلع ثابت. انا حطيت هدف فبقى في بزود ده افراز الدوبامين معايا حتى لو انا بلخبط، فاهماني؟ حتى لو انا بلخبط انا حاطط هدف، وجود الهدف او وجود ان احنا حاطين هدف وبنسعى ان احنا نحققه هيبقى هيخليك يفرز هرمون الدوبامين هيخليك تعرف توصل للتارجت بتاعك. طب فاحنا دلوقتي خلاص الدوبامين وقع وان خلاص ما بقاش فيه تارجت ما بقاش فيه هدف، نبدا بقى ان احنا نظبط يعني اللايف ستايل بتاعنا، مش لازم تدخل في الدايت مره واحده او ندخل تاني نرجع للدايت نوقف كل حاجه ونشيل كل حاجه، ندخل بالتدريج. سؤال جماهيري متكرر، مفيش طريقه اسهل للتخسيس من الدايت؟ بصي هي الفكره بجد؟ ايوه دايما احنا بنلجأ للطرق الاسهل، وعلى فكره هو ده طبيعه يعني طبيعه البني ادم مش بيحب الالتزام. دي الطبيعه البشريه، طول ما انت في حاجه بتلتزم بيها بتبدا بعد فتره بتزهق منها، فلو ده كان من ضمنه الدايت طبعا فان انت فكره الالتزام دي مش احسن حاجه بالنسبه لك. بس اللي احنا هنرجع نقوله بقى وات ايفر انت بتعمل ايه، بترجع ان انت تاخد مثلا ادويه تخسيس او بترجع تاخد حقن او بتاخد غيره او بترجع ان انت تعمل عمليات تكميم او غيره، مفيش حاجه بتنجح كل ده الا النظام الغذائي. صح، يعني الدايت والدليل دي ناس كتير جدا بتعمل عمليات وبترجع تبوظ تاني بعد بترجع شهر يعني. تبوظ، بناخد اي حاجه، بناخد الحقن المنتشره دلوقتي كلها وبنرجع في الاخر نزيد في الوزن ويبقى في ويت ريجين تاني، فاهماني؟ بتعمل اي حاجه في الدنيا هي لازم يبقى في نمط حياه، لازم يبقى في لايف ستايل، يعني حاجه معينه انت بتعملها في نظامك الغذائي بتخلي يعني بتعمل نظام غذائي بتعمل سيستم مش بتعمل دايت. حتى لو انت هي الفكره ان الواحد ممكن يعني يحط في دماغه مشكله ان احنا بنبقى عايزين الحاجه بسرعه، يعني انا خلاص انا هو لخبطنا مثلا وعايزه، وفي ناس بتزيد مثلا في العيد دي مثلا بفتره مثلا، بس الفكره ان احنا الزياده دي مينلي بتبقى ميه علشان ما فيش ابدا زياده يعني بتحصل سريعه قوي كده الاثنين الثلاثه كيلو ونشوف ارقام كده بتبقى غريبه 4 كيلو وفي ناس بتوصل لخمسة كيلو، ده بيبقى بيحصل في اسبوع واحد. مستحيل هل ده يبقى دهون؟ دهون. لا مستحيل. طبعا لا نو واي. ولو انت ظبطت بس اكلك يعني عملت شويه تبديلات، يعني لو هنتكلم على اقل تبديلات ان انت بدل ما تاكل 5 ترغيفه مثلا تاخد رغيف، فاهماني؟ هنحاول اللي بياخد مثلا رغيف معيش يحاول يبدله بالبدائل العيش اللي هي موجوده دلوقتي، فاهماني؟ بدائل بقى اللي هو مثلا بذور الريشية مش عارف بذور ايه، فاهم؟ العيش اللي معمول ما يبقاش فيه دقيق ابيض. يعني نوقف الدقيق الابيض وهنوقف السكر الابيض. لو انت وقفت الاثنين دول بسهوله جدا تخس. في ناس بتحقق التارجت كله اللي هم عايزينه بان هم بيوقفوا الحاجتين دول بس، فاهماني؟ يعني تبديلات بسيطه جدا هتفرق معانا كتير جدا، بدل ما ناخد بقى صوصات وحاجات والحاجات اللي بنحطها على الاكل نحاول نوقفها ونستبدلها بالليمون مثلا، فاهماني؟ والملح والحاجات دي على السلطات، نحاول نقلل من الحاجات اللي هي المقليه نحاول نعملها مثلا في الاير فراير، فاهماني؟ تبديلات بسيطه ممكن نعملها تخلينا نخس، فاهماني؟ بس الفكره ان بدل ما ندخل لحد ما ندخل في المود، يعني ممكن ده نعمله لحد ما ندخل في المود، بعد كده نمشي بقى على نظام غذائي مفصل بمواعيد باكلات معينه. هل الحاجات اللي انت قلتيها دي عكسها هي دي الاخطاء اللي بنعملها بتزود وزننا؟ بالظبط كده. يعني اخطاء، ما بصي في اخطاء ايه؟ ناس مثلا ممكن تتخيل ان هي عامله دايت وتقول لك وزني ثابت، ماشي؟ نيجي نعمل نفسر الحاجه اللي احنا بنعملها دي بنلاقي ان احنا مثلا اوريدي بنحط مثلا زيت كتير. انا عندي بنتي لسه امبارح بتقول يا مامي صاحبتي ما بتعملش حاجه انها بتاكل تشيكن سيزر سالاد، فهي بنت صغيره عندها 14 سنه تاكل تشيكن يعني سلطه سيزر سالاد فراخ، المفروض ان دي حاجه كويسه لسن 14 سنه المفروض تخس.
اوكي بتحط قد ايه بقى زيت زيتون وتحط الدريسنج بتاعت السيزر سالاد، فكانت النتيجه انها ما بتخسش بل بالعكس بتتخن، لان الدريسنج دي عباره عن مايونيز وعباره عن كاتشب وعباره بالضبط. ودت سلطه السيزر دي في حته تانية خالص، بدل ما هي بقت حاجه صحيه بقت حاجه غير صحيه بالمره، بقت السعرات الحراريه بتاعت الدريسنج ده مش هتقل عن 300 سعره حراريه، فاهمين الكميه بتاعتها بالظبط. دلوقتي هنعرف من دكتور بسمة يسري ازاي في حاجات صغيره بسيطه لو استبدلناها هتفرق جدا في وزننا، وهتفرق جدا في رحله الدايت او النظام، حتى لو حتى مش هنعمل دايت. زي مثلا ما كنا بنحكي عن مثلا سلطه السيزر سالاد مثلا بالفراخ، الدريسنج نفسه كارثه لوحده، سعرات حراريه انت قلتي كتير، قلتي يعني كام هي سعر حراري؟ 300 سعر حراري على الاقل، اللي هو الدريسنج على بعضه اللي هو الزيت على المايونيز على غيره كده، واحنا مش واخدين بالنا وبنحط منه كميات على طول. ولو استبدلناه بمعلقه زبادي على شويه ملح على شويه على كنترول على معلقه زيت واحده زيتون او وعلى كده معلقه واحده فسفوس الثوم كده مهروس هيدي طعم جميل وخلاص، هيدي طعم جميل وخلاص، يبقى ساتيسفايد وهنخس، فاهماني؟ ما نبقاش بنعمل مجهود كبير قوي وفي الاخر ما بنخسش، فاهماني؟ ده من ده اول حاجه. تاني حاجه ان احنا ممكن بنحط ملح كتير في الاكل واحنا مش واخدين بالنا، فاهماني؟ لما يعني نيجي نطبخ الاكل نفسه بنحط كميات ان كنترول، في ناس بتقول لي احنا بنحط كده لحد ما بندوق الطعم، يا نهار ابيض. فهو احنا بنحط لحد ما ندوق الطعم، ده احنا الريكومنديشن بتاعتنا للملح كله يوميا معلقه، فاهماني؟ معلقه ملح بالفرد. صغيره بالظبط. بس ده داخل فيه ايه؟ داخل فيه اي حاجه فيها ملح، لو احنا بناخد حاجه معلبه بناخد حاجه دي بيبقى فيها ملح، فاهماني؟ لو بناخد مشروم تقريبا بناخد اكتر من كده بكتير. ما هي دي بقى المشكله، ده يعمل ايه؟ الملح يعمل ووتر تنشن، فنلاقي نفسنا ما بننزلش في الوزن، فما دي من الاخطاء اللي احنا محتاجين نقللها. برده من الاخطاء اللي احنا بنعملها واحنا بناكل، بناكل الاكل بسرعه، فاهماني؟ فمديش فرصه لنفسنا ان احنا نشبع بالراحه، فاهماني؟ اما نمضغ كتير مثلا، بنمضغ الاكل كتير، هتقدر ان انت تشبع بسرعه، فاهماني؟ من الاخطاء اللي احنا بنعملها برضو واحنا بناكل، بناكل يعني ممكن نبدا بالنشويات في الوجبه، فانا جعانه فهاكل نشويات كتير، هاكل كميات نشويات اكتر، هيرفع مستوى السكر وهيرفع مستوى الانسولين، يجوعك اكتر ما يشبعكش. الصح ان احنا نعكس، يعني نبدا بالبروتين والسلطه او بروتين وخضار، وتخلي في الاخر بقى على قد يعني، فاهمه؟ النشويات دي خلاص قربت اشبع او بالظبط، فناخد معلقه، هتلاقي نفسك بتقلل من كميه النشويات. وده يخليك حتى تدخل في مود الدايت ان انت تخس، يعني تبدا تخس او تدخل في المود اكتر من ان انت يعني تبدا تدخل بقى في مود الدايت او كده، فتقدر تخس، فاهماني؟ عن ان انت تعكس الاكل بتاعك، تمام، فاهماني؟ احنا معانا ايه الدراسه النهارده؟ مش دي بتتكلم عن مهارات الاكل، الطبخ، مهارات الطبخ الضعيفة مصاحب ليها زيادة في الوزن وسمنة بالنسبة للأندر جرادوت، للأولاد اللي هم الصغيرين اللي لسه ما تخرجوش، يعني ما كمان بيعرفوش يطبخوا هما اللي بيتخنوا. بالظبط كده، ده المفروض العكس، المفروض اللي بيعرف يطبخ هو اللي بيتخن. لا كمان دي بقى، دي كوتشينير اتعمل على سكيل واسع جدا. أوكي. لمدة كان من شهر 10 لحد شهر 3، لمدة يعني 6 شهور، فاهماني؟ اتعمل على أولاد، اتعمل اتوزع عليهم كوتشينير كده عن ان هم يعني مثلا ايه نوعية الخضار، مثلا ايه الأكل اللي ممكن يحطوه، مع كوتشينير كده معين، برازيليان كوتشينير، في أسئلة عن الطبخ، عن مهاراتهم في الطبخ، تمام؟ فيحطوا مثلا خضار ولا فاكهه، طب بياخدوا قد ايه فاكهه او قد ايه خضار كده على مدار اليوم. وجدوا ان اللي ما بيعرفوش يطبخوا او اللي عندهم مهارات طبخ ضعيفه، مثلا زي مش بيعرفوا يطبخوا مثلا حتى يقلوا بيض مثلا، فاهماني؟ عشان بيلجأوا للاكل الخارجي، بيلجأوا للاكل السريع اكتر، بالظبط كده، اكتر من ان هم ياكلوا اكل صحي او يختاروا اختيارات اللي صحيه. اللي عارف يطبخ بيعرف يعمل لنفسه اكل، حتى لو البيزك، فاهماني؟ فده من الحلو قوي الدراسه دي، ان هي الكوتشينير ده بيحس على ان لازم نرول الاولاد بتوعنا في الاكل حتى من بدري. يعني مش ان هم يكونوا بيعرفوا يطبخوا الاكل بطريقه بتاع، بس يعرفوا ايه اللي بيتحط على ايه، يعني فاهماني؟ او ان هو مثلا حاجات بدائل صحيه، مثلا لما نسلق بيضتين ما نكون جعانين او كده، غير ان احنا نروح نجوع ناخد ساندوتش، فاهماني؟ فهو لو هم اتعودوا ان هو اسهل حاجه لما انا اجوع اكل ساندوتش، هي دي المشكله. ما يبقاش دايما ان انا الاطفال ان هم وانس ان انا اجوع اروح اخد ساندوتش، ده اسهل حاجه. ده يا ريت هو الساندوتش ده بترسي في الاخر على اكياس بقى المقليات والحاجات دي والبسكوتات والحاجات الجاهزه، بالظبط، والبدائل بتاعتها، بالظبط، كميات كبيره. لكن لو انا تعودنا ان احنا اول ما ناكل مثلا، يعني نجوع ناكل مثلا فاكهه، ناخد سناكس صحيه، ناخد مكسرات، ناخد مثلا الغدا الوجبات بتاعتنا، ما نسكبش ميلز بالنسبه للاطفال، مش افوت وجبه مثلا فطار وما اخدش مثلا عشاء وبعدين ارجع في الاخر اجوع بالليل، فاهماني؟ لو اتعودنا على تظبيط مواعيد
وكميات الاكل ان احنا بناخدها مظبوطه، ومش مشكله بقى الكواليتي هتيجي نلخبط فيها شويه، نوعيه الاكل ممكن نبقى نلخبط فيها، فاهماني؟ هل في ختاما بس عشان فاضل دقيقه ونص وانا دماغي في طلبه الثانويه العامه حبايبي ربنا يعينهم يا رب ويقويهم يا رب كمان، هل في نصيحه نقولها لهم في التغذيه دلوقتي الامهات تهتم بيها مع اولادها كده؟ اه بصي، اول حاجه لو هنتكلم على وجبه الفطار ما نفطرش وجبه فطار قبل ما ننزل الامتحان تقيله. أوكي. يعني حاجه خفيفه خالص، ممكن ناخد علبه زبادي مثلا دي بروبيوتيك حلوه جدا للبكتيريا النافعه بتاعه المعده بتاعتنا، معاها مكسرات معاها فاكهه، نحط عليها معلقه عسل. اه بالظبط، معلقه عسل ابيض. هيبقى حلوه كوجبه متكامله كده وهتخلينا نركز اكتر. أوكي. هتدينا تركيز، او ناخد مثلا شوفان مثلا على زبادي على مكسرات مثلا او فواكه مجففه، فاهماني؟ دي من الحاجات الحلوه ان احنا ناكلها قبل ما ننزل التمرين. طب بيض فول كده؟ لا ما يفضلش يعني فول او حاجات، بلاش وجبات يعني تقيله قوي قبل الامتحان بتاعنا، فاهماني؟ يعني وحاجه خفيفه تخلينا نركز، وبعد ما نرجع هناكل الوجبه الاساسيه بتاعتنا، فاهماني؟ اهم حاجه شرب الميه طبعا طبعا طبعا. الجو صعب جدا والله يكون في عونهم، فلازم نشرب ميه وسوائل كويس جدا. لو هنلجا للعصاير ما تبقاش العصاير المسكره، هتبقى الفريش في الغالب، علشان احنا مش عايزين حاجه ترفع مستوى السكر في الدم بتاعنا سريعا فتقلل التركيز بتاعنا. أوكي. الصح ان احنا نحاول نمنتين الكيرف بتاع السكر بتاعنا، فده نثبته ازاي؟ بان احنا السناكس اللي بناخدها على مدار اليوم تبقى صحيه، ناخد فاكهه معاها مكسرات، فاهماني؟ ممكن ناخد مثلا فشار، ممكن بلاش يبقى ان احنا بناخد مثلا شوكولاتات بسكر عالي او بسكوتات بسكر عاليه فترفع مستوى السكر فتاثر على التركيز بتاعنا. فاهماني؟ سناكس صحيه كتير على مدار اليوم، نحاول ناكل سمك ومكاريل، سمك مكاريل او كده، علشان الاوميجا 3 بالظبط في فتزود التركيز بتاعنا، فاهماني؟ وناخد النشويات، نشويات معقده زي مثلا البطاطس، البطاطا، فاهماني؟ بلاش مقليه بقى، تبقى بطاطس في الفرن بالظبط كده، يعني ناكل حاجات صحيه خلال فتره الامتحان بتاعنا، الامتحانات بتاعتنا، علشان تزود التركيز بتاعنا وتخلينا اكتر نعم. دكتور بسمه ياسر انا بشكرك، شكرا جزيلا.